حاجز مقطع فيديو بقى بيعرض لنا طفله. طبعا احنا فيديوهاتنا لازم ما بتخلاش من الاطفال ابدا. الطفله دي بتغني اغنيه الاطفال الشهيره جدو علي، بس هي المره دي كانت بتغنيها في نسختها اجنبيه اللي حازت على اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ظهرت الطفله دي وهي ماسكه عدد من اللعب الصغيره واللي هي على شكل حيوانات المزرعه وبتغني، وهي كأنها بتقلد أصواتهم بشكل لطيف جدا خلال أدائها للأغنية. خلونا نشوف الفيديو. الاغنيه دي اللي كانت اولد ماكدونالدز تقريبا، هذه فارم تقريبا، ليه او اللي هي عندنا جدو علي، هي غيرت معالم الاغنيه كلها بصراحه. بس هي كانت انجلش، هي جميله خالص وطعمه قوي.